هذه الاغنيه هي من اداء الفنانه سميه دلال. هذه اول اغنيه ديالها، انا كنعرفها من شحال هذه، ملي كانت صغيره عندها صوت جميل، وخذت القرار اخيرا انها تدخل العالم ديال لي بروفيسيونيل باغنيه ديالها خاصه بها. هذه الاغنيه هذه من الالحان ديالي، من توزيع راشد محمد علي، من الكتابه ديال ساميه. والموضوع هو ديال الاغنيه واحد الموضوع اللي عنده رساله وكيوصل واحد الميساج، واصلا يعني الاغاني كلهم من الفن اللي كنديرو خصك تكون عنده واحد رساله. فالموضوع انا عجبني بزاف وشجعني اني باش نخدم معها اكثر، ودرنا واحد اللحن اللي يليق بها ويليق بالمستوى اللي هي فيه، المستوى الصوتي ديالها، لانها فنانه بالفطره رائعه. طبعا سميره بحال بنتي، كنتمنى لها النجاح من قلبي. علاش؟ لانك تربطني واحد العلاقه كبيره مع لالا نجات عتابو الماماها، وكذلك مع حسن ديكوك، لان حسن ديكوك راه كبر معايا، وهذه البنيته راه كبرات في جو فني. لانك تلاحظي واحد القضيه، جل المطربين ولا المطربات اللي كينشؤوا في وسط فني كيتسقاو وكيتاثروا بالمحيط ديالهم. نعطيو مثال سعد المجرد، يعني مع البشير ومع لالا نزهه. نعطيو مثال بدنيا، كبرت مع الغيوان، ومع امثله عديده جدا، وهذا نموذج. والاغنيه يعني غنتها بواحد الطريقه زوينه، وحنا كنا فرحانين. وكذلك يعني ماشي فقط حنايا انا ورشيد كطاقم تقني، ولكن كذلك حتى الفنانه الكبيره نجاة عتابو اللي هي الوالده ديالها، وكذلك الفنان حسن ديكوك اللي عطاو الراي ديالهم، ويعني بحال نقولوا بصموا الاغنيه قبل ما تخرج عند الجمهور. بون انا كنت من بين الحضور في هذا الايفينمون، وفي الصراحه جي ادوري لا شونسون، اغنيه جميله، وانا جو كوني ساميه دوبوي لونتون فريمون، الي تري تالونتيوز، صوت رائع وحضور، والله يكمل عليها بالخير. الاغنيه ككلمه ولحن ومن جميع النواحي تبارك الله عليها. جد سعيده بالحضور ديالي اليوم في اول اغنيه، في الاطلاق ديال اول اغنيه ديال ساميه. فريمون الاغنيه عجبتني بزاف تبارك الله عليها، اغنيه اللي مدخله فيها التراث المغربي ديالنا، والصوت ديالها كذلك هي صوت جبلي بحال ديال ماماها، دونك غزاله تبارك الله الاغنيه، الله يكمل عليها بخير، وصوتها حتى هو غزال. انا اللي عجبني في ساميه بصراحه كتغني في واحد الطبقه جوست، يعني كتغني جوست، ثم عندها كاريزما، عندها اون بريزونس، كاين حضور. فانا ان اقول واعي ما اقول ان سيكون لها مستقبل ان شاء الله في المجال الغنائي. ثم اللون اللي اخترته هو اللون ديال الوقت، هذه اغنيه الوقت بحكم سنها، فكنتمنى لها النجاح ان شاء الله، كنتمنى لها كل النجاح ان شاء الله. ما جاتني الدواء من عند ساميه باش نحضر معها الافتتاح ديال الاغنيه ديالها، وبغيت نقول لها بالتيسير ان شاء الله والتوفيق، ومسيره موفقه، اغنيه غزاله وفعلا غاب المعقول، يعني الكلمات في بلاصتهم وفي الوقت الحالي ما بقاش المعقول، وكنتمنى لها التوفيق ان شاء الله. تبارك الله عليها مجتهده، الا بغات شي حاجه توصل لها تبارك الله كتوصل لها، وغنقول لها الله ييسر لها امورها ويسهل عليها، وان شاء الله انا متاكده غيدوز كلشي مزيان وغتنجح لها الاغنيه ان شاء الله. يلاه يكمل عليها، زعما واحد البنيوته زعما رائعه، وعجبتني الاغنيه بزاف بزاف في المحل ديالها، وكنطلب الله يعاونها ويسهل عليها ويخليها لمهمتها. الاغنيه كتبان ليا يعني غادا تنال باعجاب الجميع، وهي اغنيه في المستوى، يعني عندها واحد الهدف، يعني بنادم الا تصنت هذا كيعرف، يعني كاين واحد الهدف غتصنت له غتستافد منه، لان بعد كلمه المعقول ما بقاش، كنظن غاب المعقول بصح، وحنا فرحانين بزاف بالحضور ديالنا. نتمنى ليها التوفيق، وان شاء الله تحصد النجاح اللي حقته ماماها تبارك الله عليها، وان شاء الله انا متاكده انها غتكون ناجحه وتكون فنانه شامله، ماشي غير مغنيه، حيت تبارك الله كما كتشوفيها غزاله تبارك الله، دونك كنشوفها انا كتبان ليا في التمثيل في بزاف الحوايج، الله يسهل عليها والله يكمل عليها بخير. شكرا. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس، وتبارطاجيو مع صحابكم.